كان يستورد الاسطوانات من مصر. فهو عاونه بالاسطوانات يحط له ديسكو اذا ما يعودوش من غدوه ياكل تريحه يضرب. منها قالوا يمانع ابوه ما يحبوش يتعلم. مستحيل ما سمعش الكلام. ايوه اللي قالوا يمانع ما عاشوش مع رضا القلب. انا عشت معه. ايوه واحمد خو الله يرحمه عبد الستار ومحمود كل نعرفهم واحد واحد. وهو هشام ولد القلعي تو كيتكلموا بالتليفون يسرد لك ما ساقوله الان. اذا نقول لكم ايضا اخونا هشام القلعي سيكون ضيفنا بعد قليل. وهو كذلك. ايوه بربي بالنسبه للصوت تفضل سي مراد. يلزمنا زاد نعطيو حق زاد الناس اللي كونت فرقه المنار زاد مع صحبة رضا القلعي. رضا القلعي معناها خاطر تعديت في البورتري تعدى هكا اسم البشير جوهر معناها هكا. يلزمنا نقولوا زاد البشير جوهر راهو عازف ترومبيت عازف راهو ممتاز وملحن راهو كبير راهو صحيح لحن لعده معناها فنانين في تونس الرياض. وزاد ما ننساو زاد السي الهادي صنهاجي زاد اللي هو هما الثلوث اللي كونوا فرقه المنار صحيح هما اللي اسوا فرقة المنار. لكن هذه مرحلة متقدمة من حياة رضا القلعي في مرحلة أخرى. أنا نحكيو على بدايته. شكرا سي مولاد. ثم كان تسمح لي ناخذ الكلمة. تفضل بالعكس. بعد الحقبة هذه من طفولته قبل كل شيء يا سي سفيان هو راهو إنسان موهوب. راهي الموهبة موهبة حاجة ما يختلفوش فيها اثنين. صحيح. راهي الأكاديمية شيء والموهبة شيء. صحيح. فعلا. رضا القلعي من الاول ما قراش الموسيقى لكن من حسن حظه هو والشله نتاعهم تاريخ هذاك سي ابراهيم مناع وعبد الرزاق الله يرحمه الصباح لونتوراج هذاك. تونس كانت تزغر بالايطاليين والمالطيين والفرنسيين ايام الاستعمار. وكان زاد فما الغرام استاذ الغرام والدروس القوم مراجع القوم مراجع فما غرام. احنا توا نلوجوا شكون يقري السولفاج وشكون يعلم السولفاج يعني بعد 100 سنه ولا قداش. بالعكس من المفروض شارع الحريه وشارع باريس كان يزغر بالاساتذه يعني هو في الخمسينات. ونسى رضا سمى لكم سبونورا الإيطالي اللي يعلم الناس الكل تشلو عازف تشلو إيطالي يلبس الجبة والشملة يعني يتشرف باللباس التونسي وبالهوية التونسية يعني هو تونسي أنا جويف تونيزي. والله يا سفيان نعرف داره بونورا هزني ليل والله يرحمه طاهر بوخريس وسكن بعده لقيناه كبير وقت قال لي انا علمت الجماعة الكل بما فيهم ثقة الاسرار في وال لحكايته. ثم رضا كان باش نحب نجبدوا عليه بالكدا نفصلوا حقب بلاش قلنا نحن تو في المرحله الاولى اللي قلت هانت المرحله الاولى بشير زهر والجماعه ذات هذه فرقه المنار في مطلع الاستقلال تتويج الاعمال وتنقولوا عاد في الاستقلال عمل اغاني وطنيه وانا نحيلك الكلمه اعطينا وين باش تعدوا تو يا سيدي يا استاذنا القدير بارك الله فيك. بالنسبه للاستاذ رضا عبد الله حبيت اقول كلمه في حقه وعلى مسؤوليتي انا الشخصيه. الاستاذ رضا عبد الله راه في تونس نادرا باش تلقى انسان يعزف الهنك يعني بين الظفرين النوعيه واللذة والطابع التونسي الأصيل مع احترامي الشديد لكل أساتذة عازفين الكمانجة. وفماش واحد ينجم ينفذ أعمال رضا القلعي كيما الأستاذ رضا عبد الله وهو كان صديق له وهذا نقوله على الهواء. ونعرف أن الكثير من العازفين إذا جلهم يشاطروني الرأي. خلينا نبدلوا شوية توا الجو العام خليش مستمع يحب على الأغناء ويحب على الجو سمعوكم أغنية يعني حية مباشرة من استوديوهات الحياة اف ام مع صديقنا كرونيكور الحصة مراد بشير. أيوة. وتصاحبه ايضا الفنانة رانيا اللي بعد ما تسمعنا صوتها باش تحكي معنا ايضا على الفنان الراحل رضا القلعي. عايشنا تغنيوا لنا رانيا شو رايكم؟ غنيه منيره يا منيره. الله جميل يا استاذ من اجمل ما غنى وما غنى وما لحن غنى الهدي القلال ولحن رضا القلعي. اذا نمتعوا بها جمهورنا بحول الله. ها يا سلام منيرة يا منيرة يا من عيونك بيرة يا منيرة يا منيرة يا من عيونك بيرة كل اللي راكي قول محلاك كل اللي راكي قول محلاك القعدة معاكك صايرة منورة يا منيرة يا منيرة
راكي قول محلاك كل اللي راكي قول محلاك القعدة معاك قصيرة منورة يا منيرة يا منيرة. يا منيرة الدنيا بزينك يا هلك قلبي من عينك نيرة الدنيا بزينك يا هلك قلبي من عينك يوم عيني تلاقي عينك تولي تبكي محيرة منورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يا من العوين كبيرة يا منيرة يا منيرة يا من العوين كبيرة كل اللي راكي قول محلاك كل اللي راكي قول محلاك والقعدة معاك قصيرة منورة يا منيرة يا منيرة. شيء جميل. إذا ما زلتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم مع المايسترو. مع المايسترو من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فام. مع المايسترو. رجعنا معكم من جديد. إن شاء الله عجبتكم هذه الفقرة الغنائية الحلوة أداء المطربة الفنانة رانيا بن زروق وأيضا الكرونيكور الحساب مراد بشير. كيما وعدتكم باش نرجعوا مع رانيا توا. رانيا كما شفت انت في يعني بعض المراجع اللي تحكي على رضا القلعة، ايش لاحظت ساعة في المراجع؟ هل متوفر بشكل يعني متاحه؟ المعلومات شحيحة في الانترنت، باش تلوج على رضا القلعة شنو هي اعماله وشنو هي الحانه مثلا للفنانة نعمة ولا للفنانة عليا ولا حتى للفنان الهادي قليل نعرفوه اللي هو لحن له برشا. ساعات فما مراجع فيها اغلاط معناها كيما يا منيره وملك يا ملك مكتوبين اللي هما كلمات والحان الهادي قليل وهما معلومات غالطه. اي يلزمهم انسان يعني معناها عنده المعلومه صحيحه كيما الاستاذ رضا عبد الله. تفضل بالله يحب نتدخل. تفضل. راني قالت حاجه صحيحه رغم صغر سنها ورغم لكن قالت حاجه واش نقول لك شنو؟ ايوه قالت لوجت ما لقيتش. رضا القلع يا سي سفيان في الواقع هذا بشهادة سي عبد الحميد بن علجية الله يرحمه ما وثقش برشا راهو رضا ما وثقش ما ثماش تكثير. لكن الباحثين التوانسة ما عملوش دراسات معنا. اللي عصفوا البرة في الهواء أكثر من 10 مرات قد اللي سجلوا بالضبط. صار له كيما الشيخ علي براق الله يرحمه يعني اللي الإبداعات الكل الباهية سجلت حاجات قليل وقت المشي نتاع فرنسا خلاته ينقطع وما يوثقش. ساعة بيني وبينك باش نحكي لك من تفضل بالعكس الناس كل تشارك. رضا القلعي الحقب اللي بيهم الفائده في حياته هي نشأته اللي قلت عليها انت. ثم جي بعد مرحله الاذاعه نتاع روكاتون في ساحه العمله الاذاعه القديمه اللي وثقوا فيها الفرنسيس واللي تكنيسيان فرنسي واللي يعني في شباب. ثم جاءت الاذاعه الثانيه اللي في شارع الحريه بحيث انتقاله من اسمها من بلاز لوموني مساحة العمر للإذاعة الأخرى خلى إنتاجه يتلاشى وقت المشي متاع فرنسا. بربي قدش قدرت في فرنسا من عام 65 جاء عام 72 قد سبع سنين في فرنسا. يعني الفترة اللي نجم نقوله الختامية من حياته من مسيرته الفنية مش الختامية ختامية بعد 6 سنين توفى يعني لكن كما توفى عام 84 أي كما تراش منع. أيوة كنت تفتح لنا انت في البحث نتاعك كيفيه الشهره نتاعو كيفاش جات اسباب ومسببات وشي الظروف اللي احاطت برضا القلعي وعمل غنيات حلوه وعمل غنيات جميله كيما اللي باش نسمعوها بعد شوي اللي هي باقتراحك انت اللي غنيت نكرك ونحبك من اجمل ملاحظ انت اقترحتها علينا وخونا ايمن ليجا. قلت لحن انت قلت لي يعني هذه راهي من اجمل اغاني ماذا بينا نعديوها للمستمعين لحنها واكتبها مش لحنها فقط أعمل عنده يعني الملكة يمتاز
بنظم الاغاني كامل بالكتابه يا دار الحبايب نتاعو نيرة سميرة ودار الحبايب فيها قصه راي استاذ وتوصل له ايضا للاغاني الوطنيه حتى الاغاني الوطنيه كتبها كيما حبيبي يا مجاهد وكيما فتره مهمه في حياته باش نسمعوا اصدقائنا المشاهدين والمتابعين قبل ما نسمعوهم ناخذ مداخله مع اندرانيا ونمشيو طول لغنيه نكرهك غير ما نكرهكمش نحبكم الكل المعلومات اللي موجودين في الجوجل قل لي تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة فيهم زادة لبس أيوة. تاريخ الولادة بكري قلنا 19 مي ما 5 مي أنا سمعت ولده قال 8 مي في إذاعة ولده صغير راني ريت بطاقة تعريف سي هشام باش يكون معنا سالوه بعد ووفاة مكتوبة 2004 في جوجل أنت توا قلت 2008 أنت قلت 2008 راك انت قلت 1904 2004 اعتذر اذا قلت ربما ما زالت لي سنه ما يا سيدي نجم نكون انا وهشام القلع متفقين باعتبار انه هو ولد يوم 5 ماي 1931 وقيدوه نهار 8 قعد 8 التقييد قبل ما كانوا التقييد صحيح ممكن صحيح كانت الحكايه نتاع التقييد صحيح نسمع ما لغنيت نحبك ونحبك ونرجعوا لا ونحبك ونحبكم الكل ثم لنا عم